لأسرع أدل الفترة لهجر إيكونامي جنباتا يقول لاستواتو يالاتشو يزار في مهبرات بطورنتو مكنيات كبار قداح درسو باتشوال بتلايو زرفو يتدراجتو بمكاكلين يا كابيتال سينك أساكاسو ينبرو مهبرات حاب تنبرتاتشو تزرفوال ودمال يعني قاقرناتشو بانج السرا ببرتا برس سرانا بالومينيوم سرا يتسمارو يزار في مهبراتم يزيه قداح سلواناتشو يزار في مهبر عوالاتو بتعم تقورتوال بطورنتو من ميتاقين يتقبيل مسرای بیت آچو خلوی تزرف آلو مامبرت آچو خلوی تزرف آلو بزونه و با که درسو اقتصادی درسون چقدر هنوز بیه مگله تای چاله تن من کسی کسیون یکد دلون میباله یاد کم وی میگواسه کلاون سایون یاد بتام بود لطفا لمن دومو تلنگرش آنیاون یه برتر برتر زرف سرانه برای اتلاع یه مسرای که آو چیت سرکوان عند بتام چقدر برای Jadi kalau kau enam, sekarang, pemain hafal terdahulu itu, bukan kesekasi itu yang kesekasan itu berlalu. أهون بتجين عند أراوي سلام بتنشون بهون من كسهك أسجمرنا ليالوت أستي سجوتشو كدر رسوغرات أنصار يتدرج الله شوي اللو دقاف إجيق آنستن يابو مهونو أهونم ودا مدبن ينك سكاسي أتشون دال تملسو يغلس اللو أهون دمو تنش كت أرنتو ودا بغالا مالتنو تنش من كسهك أسمبالنا قبل سلزي بيچال بيچال منغستن بيرا قفونا هنزرف بينك أسهك أسنو أهون يتن كسهك أسنو لما لتاسجارينا زمی آلو زرف مأبرات و دزیمیم تو کام بفیت اندزاینات یلم دلو و تنبرن بیچار بیچار گن بسیت آنام بید دگف سلام چلان چلو ل نیازرف چاسایون یه برات آبرات چاسایون لولم زرف تو رو تصفانه تو رو نگر آلو سرایل یسوع میه مسرات اکم یه مسرات اکن سو تداکم لمن هولو نگر ودینه یه لین سلام آهن يفتحمو قديتهم بيتون بالمجد بتأم بزوج كرال لبته بمهارة قديتهم طول ما جاب بزوج بيادرك جل يا بزوج يا سرعة درين يفتح لاتشو وتاتوش علو بزوج تكنولوجيا وشم ما متاتش فلقال جل يا مصرية كرال لبته በጦርነት የወደመችው ትግራይ ዳግም ለመገንባት ብሎም ካላስፈላጊ የውጭ ምንዛሪ ለመዳን እነዚህ የዘርፍ ማህበራት ማጠናከር እንደሚገባ ገልጸዋል። እንደ ብድር ካሳና የልምድ ልውውጥ በማመቻቸት አምራች ዘርፉን ለመደገፍ ሁሉም የበኩሉን ሊወጣ ይገባል ሲሉም አክለዋል። ያ ያሰራ የነበረ ዛሬ ሰራተኛ ሆኖ እየሰራ አሰራ የነበረ ስለዚህ ወደ ነበረበት ሊመለስ ከሆነ ኢኮኖሚካሊ በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ ስላለ በቃ የብድር የማሽነሪ ሁሉም ነገሮች የማቴሪያል እነዚህ ነገሮች ፋሲሊቲ መመቻቸት መቻል አለባቸው መጀመሪያ ሰላሙን መጠናከር አለበት ነው ማለት ወደ ነበርንበት ልንመለስ ከተፈለገ ግን የክልል መንግስትን ቁርጠኛ መሆን አለበት የፌደራል መንግስትን አጋዥ ሆኖ መገኘት አለበት መስሪያ ችግር አለበት የምንም መንግስት የምንም ችግር አይቶ በጠቅላላ ከፌደራል መንግስትም ከውጭ ድርጅቶችም ለማህበረሰብ ለሆነ እገዛ ቢደረግለት ደስ ይለኛል